ما حكم حفظ القرآن عند أشخاص عندهم مخالفات شرعية؟ نعم، ما دام حفظ القرآن وانتهى هذا حصل على خير، ولا يضر أنه حفظه على يد إنسان في عليه ملاحظات. مهم أنه حفظ القرآن وأتقنه، يحمد الله على هذه النعمة. وفات الأوان، كان لو سأل قبل أن يبدأ نقول له اختار المدرس الطيب المستقيم، لكن بعد ما انتهى ما للسؤال فائدة الآن.